السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سادة المشاهدون، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فقه الأقليات المسلمة. نسعد بكم وبأسئلتكم، وابتداء باسمكم نرحب بفضيلة شيخنا شيخ الدكتور سالم الشيخي، عضو المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. حياكم الله دكتور وأهلا بكم. حياكم الله بارك الله فيكم. سلمكم الله. أسئلة المشاهدون، تستطيعون التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك سيجنال واتساب، أو عبر الرسائل الصوتية. والحلقة موجهة ابتداء للأقليات المسلمة وعموم المسلمين في كامل العالم الإسلامي. أسئلة المشاهدون، اخترنا أن يكون عنوان هذه الحلقة الأقليات المسلمة ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن هؤلاء المسلمين المتواجدون هناك هم أكثر الناس تعطشاً لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع بعدهم وعن إخوانهم المتواجدين في العالم الإسلامي. نحاول مع شيخنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن أهمية هذا الموضوع. شيخنا، المقصود ابتداءً بهذا العنوان مناسبته أيضاً؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها آخر الأمم وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وجعل نبيها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وجعل محبته صلى الله عليه وسلم من الدين الذي نتعبد به لله تبارك وتعالى، ومن الطاعات التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. نحن في هذا الشهر المبارك الكريم، شهر ربيع الأول، وبمناسبة مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، أطلقت قناة قاف هذه الحملة لمدة شهر لها صلة بمولده صلى الله عليه وسلم، لو نعيش حياته كما عنونوا لها. وبهذه المناسبة جاءت هذه الحلقة بهذا المسمى: الأقليات المسلمة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقليات المسلمة في حقيقة الأمر هي بحاجة على الدوام للتذكير بعظم محبته صلى الله عليه وسلم، بل بأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أصل من أصول هذا الدين ومبدأ من مبادئه. لا يستقيم إيمان المؤمن إلا به، ولا يسع المسلم بأي حال من الأحوال أن يستغني عنها أو يبتعد عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالأقليات المسلمة بحاجة للوقوف على هذا المعنى. والسؤال الذي يتردد في نفوس الكثير من أهلنا في الأقليات المسلمة في الغرب والشرق، السؤال يتعلق بكيفية زرع وغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائهم. كيف يعيشون هم على المحبة النبوية، وكيف يغرسون هذه المحبة في قلوب أبنائهم وبناتهم؟ السؤال عن هذه الكيفية لعل فيما تلك الومضات التي سنتحدث عنها لعلها تجيب شيئا ما عن هذا الاحتياج، ولذلك جاءت الحلقة بهذه المناسبة. طيب، أنا بدأنا أحتاج إلى توصيف الواقع هناك حقيقة، وعلاقة المسلمين خاصة لهذا الجيل، الجيل الثالث الذي ربيتموه أنتم، ونشأ بين أحضان غير المسلمين، يحاول التزاوج في هذه المسألة. فالسؤال: كيف هم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف الواقع؟ في الحقيقة أن الواقع فيه تحدث أحداث فتذكر جموع المسلمين هناك خاصة في أوروبا وأمريكا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. هناك مؤسسات قائمة على هذا الواجب، يعني كل المدارس الإسلامية في أوروبا، سواء كانت المدارس الكاملة الوقت التي فيها وقت كامل دوام كامل، أو كانت مدارس جزئية، أو ما يسمى بالمدارس العربية، كل هذه المدارس جزء من مناهجها يرتكز على تذكير أبناء المسلمين وبناتهم
بمحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الأيام ستجد أهل الإسلام في بريطانيا وفي غيرها، في فرنسا وفي غيرها، في المدارس الإسلامية، في المدارس العربية، أهل الإسلام في هذه الأيام يتحدثون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدثون عن هديه وعن سنته صلى الله عليه وسلم. لكن طبعاً في المقابل هناك عدد من المسلمين قد انجرفوا أو جرفهم التيار، فخرجوا عن هذه عن هذا الأصل العام، وانشغلوا بأمور كثيرة يعني لا صلة لها بهذا المعنى. بالمقابل الآن نحن نتحدث عن المجتمعات الغربية، كيف صورت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتصورون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصدرون الصورة الإعلامية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالنسبة تقصد صور الذين نعم يصورونهم من المسلمين أو من الغرب؟ المؤسسات الغربية تختلف في تناولها لهذا الباب، هي ابتداء غير معنية بذكر هذا الباب بشكل كبير. وما برز في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات التي حاولت الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بعض المؤسسات المتعلقة خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، التي أساءت إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنشرها بما يسمى وعرف وتعارف الناس عليه بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب الآن أتحدث عن 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 ما تستطيعون أن تقدموه أنتم لهذا الجيل. كيف نستطيع أن نرسم للجيل المسلم المتواجد هناك في أوروبا أو في الغرب أو في الشرق صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا دعني أقول، يعني قبل أن نجيب عن هذا السؤال، دعني أقول يعني أو أجيب عن سؤال مهم جدا يعني يتعلق بمضمون هذه الحلقة وبمضمون هذه الرسالة التي نريدها أن تصل إلى إخواننا وأخواتنا من الأقليات، وهو حاجة الأقليات عموما إلى الحديث عن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو لماذا نحن نتحدث في هذه المناسبة أو في غيرها عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأقليات المسلمة. هناك مجموعة من الأسباب، هناك مجموعة من الدواعي تدعونا إلى الحديث، تدعونا إلى التذكير، تذكير هذه الأقليات. وعندما نسأل بلماذا دائما نحن نقول لماذا نتحدث، السؤال بلماذا هو سؤال دائما عن الأهمية، أي ما هي الأهمية المترتبة على حديثنا عن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم في واقع الأقليات المسلمة. أنا أتصور من خلال الواقع هناك مجموعة من الأسباب تدعونا لنركز على هذا الموضوع بشكل خاص. أولا، هناك رغم وجود مجموعة من المناشط في بعض المدارس وفي عدد من المدارس الإسلامية والعربية، إلا هناك مجموعة لا بأس بها كبيرة أيضا يضعف لديها الاهتمام بتعريف أبنائها وبتربية أبنائها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن انساقت إلى الواقع الغربي المادي وإلى انشغالاته وإلى همومه. بل عدد من هؤلاء همهم الأول هو تعليم أبنائهم في أعلى المدارس وأرقى المعاهد، وهو أمر مطلوب فيما يتعلق بالعلوم الدنيوية، وهو أمر مطلوب، لكن في المقابل لديهم شيء من الغفلة عن تعليم أبنائهم فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، بسيرته، بهديه، بسنته، بمنهجه، بقيمه، بأخلاقه. هناك ضعف وعجز في هذه المسألة بشكل واضح عند عدد لا بأس به من أبناء المسلمين. هناك جيل برز لا يعرف كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً، يعني هو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك عجز عن معرفة كيفية محبته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هناك كما هو في عالمنا العربي الإسلامي هناك انتشار لثقافة مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بمنصات التواصل الاجتماعي. وأنت تعرف أخي الكريم أن هذه المنصات في أغلبها تقوم على أمرين اثنين في تصوري من خلال متابعة هذه المنصات، إما أن تقوم على ما يسمى بثقافة التفاهة أو صناعة التفاهة، بمعنى أنها تدخل الإنسان فيما لا طائل من ورائه أشياء تافهة، يعني تركز لك على إنسان كيف يأكل وكيف يشرب، وإنسان كيف يضحك، وكيف يعمل مقلب لفلان ويعمل مقلب لزوجته، وكيف أشياء يعني عنوانها الكبير هو أنها التفاهة بكل ما تعني هذه الكلمة، أو ما يسمى بثقافة المتعة الزائلة السريعة الزائلة. يعني كثير من ما ينشر على هذه المنصات يمكن أن تصفه بشكل واضح أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر ومتعة زائلة. فأبناؤنا من أبناء الأقليات المسلمة وبناتنا كما هو الحال في عالمنا الإسلامي بحاجة إلى أن نذكرهم
بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبسنته وبسيرته وبمنهجه وبهديه عليه الصلاة والسلام، بحاجة إلى مثل هذا الأمر حتى تنغرس هذه المحبة في قلوبهم. الأمر الثالث ما ذكرته أنت الآن، وهو أن هناك مؤسسات همها الأول انطلاقها الأساسي يقوم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في سنته، الطعن في سنته صلى الله عليه وسلم، الطعن في سيرته، يتكلمون عن حالة الحرب، عن حالة السلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، مع جيرانه، يتكلمون ويطعنون في هذا الباب أو في هديه صلى الله عليه وسلم. وأعظم صور الطعن ما برز فيما يسمى بالرسوم المسيئة. هناك أيضا أمر مهم، يعني مهم جدا، وهو أبناؤنا وبناتنا في أوروبا على وجه الخصوص والغرب بشكل عام، وفي أبناء الأقليات، هم يبحثون في هذه الفترة عن القدوة، عن من يتأسون، بمن يقتدون. وهناك فراغ، لأن القدوات التي يبرزها الإعلام الرقمي اليوم هي قدوات لا تصلح أن تكون قدوة، هي قدوات ليست بقدوات، لا في مواقفهم ولا في تصرفاتهم ولا في أخلاقهم ولا في تصرفاتهم، قدوات يغلب عليها يعني التفاهة في المواقف والاهتمامات ويعني الأخلاقيات. أخيرا، أننا فعلا على يقين نريد أن نوصل هذه الرسالة لأهلنا من أبناء الأقليات، أننا على يقين أن طريق الجنة لا يمكن أن يصل الإنسان إليه إلا عبر متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون المتابعة إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. المحبة تدعو إلى المتابعة، والمتابعة هي الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الجنة، بل العبادة والطاعة موقوفة على أن تكون موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. بهذه الصورة المجملة يمكننا أن نتعرف على أهمية أن ينتبه أهل الإسلام من أبناء الأقليات وبناتهم إلى مثل هذه المعاني، حتى لا تأتي عليهم فترة من الزمان تغيب عن أذهانهم معاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفلون عنه بسبب كل ما حاولت أن أذكر به الآن أو أذكركم به الآن من هذه النقاط التي ذكرتها سالفا. أنا ترى أن هذه الأهمية شيخنا يعني هي ذاتها في أيضا المواطن التي يعيشها المسلمون اليوم، فما أصيب به المسلمون في دول الأقليات يكاد يشابه تماما ما يصيب المسلمين اليوم في دولهم العامة ودولهم العادية، وبالتالي يعني ترى أن الفارق بينهما بات قليلا جدا. نعم نعم، هو ما زال هناك فوارق بدون شك في المجتمعات، ما زالت هناك فوارق، هناك فرق أن الإنسان يعيش بين أكثرية من المسلمين، وهناك شرق بين يعيش بأكثرية من غير المسلمين. لكن من حيث الثقافة العامة، من حيث الاهتمامات، من حيث الانشغالات اليومية لدى الشباب والشابات تكاد تكون قريبة لدرجة كبيرة جدا. يعني ما يغلب على اهتمامات الشاب العربي يعني إلا بعض الزيادات مما يتعلق بواقع الدول العربية والدول الإسلامية، هو من حيث الثقافة العامة ومن حيث الاهتمامات يكاد أن يغلب على عقليتي وذهني الشباب في واقع طيب. لو تحدثنا الآن عن الحلول حقيقة، سواء كانت في البلاد الإسلامية أو بلاد الأقليات، ولأن برنامجنا اليوم يتحدث عن الأقليات، المنهجية التربوية التي تنصحون بها الأقليات لتربية أبنائهم على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك سبل كثيرة جدا ووسائل كثيرة جدا يمكن للآباء والأمهات، يمكن لأهلنا من الأقليات المسلمة أن يعني يستفيدوا منها في غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول الأمور، وهي ليست مسألة لحظية، ليست مسألة مرتبطة بشهر ربيع الأول أو مرتبطة فقط بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، بل هي مسألة تربوية، يعني ما هي مسألة في اليوم والليلة تتكرر في كل يوم وليلة عبر منهاج يعتبره منهاج حياة للآباء وللأمهات يربون عليه أبنائهم وبناتهم. أول النقاط التي أحب أن أشير إليها، وهي مسألة ينبغي أن تتكرر على ألسنتنا مع أبنائنا وبناتنا، ينبغي أن تغرس غرسا في قلوبهم، هو أن يعلم الأبناء والبنات عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، عند خالق السماوات والأرض، أن يعلموا هذا القدر العظيم الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه من بين سائر البشر، وفضله على الأنبياء والرسل سبحانه وتعالى، ورفع قدره
يعني شرح صدره وأخذ أعداءه ومكنه في الأرض، وتكفل بنشر دينه وبحفظ الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، بل جعل الله تبارك وتعالى محبته من محبة نبيه صلى الله عليه، ومحبة نبيه من محبة الله تبارك وتعالى. وذلك هذا الأصل، وهو أن نعمق في أبنائنا وبناتنا أنه عليهم أن يعظموا من عظمه الله، وأن يحبوا من اصطفاه الله تبارك وتعالى. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على مواصفاته عليه الصلاة والسلام، هو لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره فنحن نحبه. هذا المعنى ينبغي أن يتكرر في اليوم والليلة. نحن لا نتعامل مع إنسان عادي، لا نتعامل مع شخص عادي، لا نتعامل مع مصلح اجتماعي ولا مع مفكر ولا مع فيلسوف ولا مع فقيه، ولا نحن نتعامل مع نبي مرسل مقرب إلى الله تبارك وتعالى، له قدر عند الله تبارك وتعالى، يجب أن ينزل هذه المنزلة عند هذه النقطة بالذات. حتى لنكون نظريين، صحيح الأمر جيد أن قلنا أن يجب أن نعلم أبناءنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يسأل سائل هنا، ما هي آلية التعظيم؟ أنت لا تستطيع أن تأتي لطفل أو شاب وتقول له عظم النبي، عظم النبي، كيف نعظمه؟ خطوات عملية. لا، أنا سأتكلم الخطوات العملية هي في التعرف على الاقتداء بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوات ليوما بعد يوم، عندما يشعر الأبناء والبنات ببركة التزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمواقفه وبهديه وبمنهجه وبقيامه وبأخلاقه، يجدون أثر ذلك في حياتهم فيعظم ذلك في قلوبهم. لكن أتكلم ابتداء عن معنى نظري ينبغي أن يكرر في اليوم والليلة. نحن نتعامل مع نبي له يعني احترامه وله تقديره وله تعظيمه وله محبته الخاصة، لأن الله تبارك وتعالى قد أنزله في هذه المنزلة، فينبغي أن نعظم من عظمه الله وأن نحب من اصطفاه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو التربية على سيرته والتربية على هديه والتربية على خلقه صلى الله عليه وسلم، أن نعرف الأبناء والبنات بسيرته صلى الله عليه وسلم، التعرف على سيرته والتعرف على منهاج حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعيش، كيف كان في بيته، كيف كان مع أهله، كيف كان مع جيرانه، كيف كان مع أعدائه وخصومه، كيف كان مع أحبابه وإخوانه، كيف كان عليه الصلاة والسلام في سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم، هديه في مرضه، هديه في أكله، هديه في شربه صلى الله عليه وسلم، في نومه، في عطائه، في منعه، في فرحه، في حزنه، في ضحكه صلى الله عليه وسلم. كلما استطعنا أن نعمق هذه المعاني وأن نربيهم عمليا ويمكنهم أن يقتدوا ويتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما تعمقت المحبة في قلوبهم. وإذاك كان منهاج من سبق رضوان الله عليهم، كان يعلمون مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبنائهم الصورة من القرآن. الأمر الثاني والمهم هو الثالث والمهم هو أن نعلم الأبناء والبنات السنة العملية، ليس فقط يعني السيرة أو السنة. عندما يرى وذلك بالاقتداء العملي، بمعنى أننا إذا كنا في البيت الأب والأم إذا كانوا مثالا حيا لاتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه ومواقفه وردودهم وغير ذلك مما يعيشون في حياتهم مع أبنائهم، وعندما يتساءل الأبناء يقول نحن الآباء، يقول نحن نفعل ذلك لأن ذلك هو هذا هو هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غرس السنة النبوية في قلوب الأبناء والبنات عبر التطبيق العملي للآباء والأمهات. فإذا كان التطبيق العملي بطبيعة الحال إذا الآباء والأمهات اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به في سنته، سيكون لذلك أثر وبركة ونور وسكينة ورحمة في داخل البيت. سيتساءل الأبناء، يقول لك أن ما رأيناه من خير على أبائنا وأمهاتنا إنما هو ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يروه رأي العين، أن يروا التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. الأمر الرابع وهو الشمائل، ما نسميه بمنظومة الشمائل. والشمائل هي الحياة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الأوصاف الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يركز على تربية أبنائه على السنة ويغفل عن السيرة ويغفل عن الشمائل. عن الشمائل هي ثلاثية مهمة جدا جدا جدا، مهمة لأنها بمجموعها يتشكل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. بمجموع هذه الثلاثية، بمجموع الالتزام بالسنة
أي فيما يتعلق بصلاتنا، بعباداتنا، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، وبسيرته، بمواقفه صلى الله عليه وسلم اليومية في حياته، وبشمائله، بأخلاقه، بقيمه، بمنهجه عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه، كيف يمكننا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. طبعا الشمائل لها إضافة نوعية مهمة جدا، أنه كلما تعرف الإنسان على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، لأن الإنسان يتأثر كلما علم عمن يحب المزيد من الخلق الحسن ومن مكارم الأخلاق ومن غيرها، هذه كلها يعني تغرس عمق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. هناك أمر خامس أختم به، ولا أدري الوقت يعني ما لا ما زال عندنا، نعم، وهو يتعلق بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا، والأهل الإسلام يعلمون جميعا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. نحن نعلم الفضائل، لكن في كثرة ذكر التصلية على النبي صلى الله عليه وسلم أثر عجيب، ذلك أن الإنسان إذا أكثر من ذكر محبوبه بالذكر تعمقت المحبة. فإذا تعمقت المحبة تعمق الاتباع والاقتداء، حتى يصل الإنسان إلى درجة يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الله. حتى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة، وليس فيه فضل بمعنى زائد كونه سنة ثابتة، لكن يريد أن يقترب قدر المستطاع لأنه يحبه. نحن نرى اليوم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، نرى اليوم الشباب يعني والشابات عندما يقتدون أو يتأسون مثلا ببعض المشاهير الذين شهرهم الإعلام، وما عندهم مما يطرحون من قضايا لا علاقة لها لا بخلق ولا بدين ولا بقيم، ومع هذا تجدهم يتشبهون في تحليقة الشعر، ويتشبهون في نوع اللباس، ويتشبهون في أشياء كثيرة جدا تتعلق بمن يقتدون بهم، بمن ارتبطت قلوبهم بمحبتهم. فكيف إذا كان الإنسان ارتبط قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلما أكثر الإنسان من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت المحبة النبوية في قلبه، وكلما ازدادت المحبة النبوية في قلبه دعته هذه المحبة إلى زيادة قدر الاتباع والاقتداء والتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من الأشياء العملية هي أن نربي الأبناء والبنات على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وآله وسلم. أستأذنك حفظك الله للخروج إلى هذا الفاصل، كذلك السادة المشاهدون نخرج إلى هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى، نستكمل حلقتنا. أياً كان نوع هاتفك وأياً كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+ تواصل على مدار الساعة، بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. قلب سليم وقول حسن.
نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قافي التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قافي التفاعلية، معك أينما كنت. حياكم الله أستاذ المشاهدون، وأهلا بكم في جزئنا الثاني من فقه الأقليات المسلمة، صحبة فضيلة شيخنا الدكتور سالم الشيخي، عضو المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. وفي هذا الجزء شيخنا نستأذنك في بعض الأسئلة التي وردت إلينا الآن ومن الحلقات الماضية. هذا سائل يسأل: هل يمكننا أن نقول أن معيار أجر الحسنات للمسلمين في الغرب مختلف عن معيار الحسنات للمسلمين في البلاد الإسلامية، بحيث يكون الثواب أحيانا أكثر بسبب الشبهات والفتن؟ يعني في هذه المسألة أتصور أن هناك مجموعة من المقدمات ممكن نختصرها في مقدمتين وأصلين، لأن هذا السؤال دائما يتكرر. يعني هل نحن في الغرب طاعتنا أكثر أجراً من هم في الشرق؟ أو الإنسان الذي يعيش في بيئة تكثر فيها الفتن والشهوات أجره أكثر؟ فنحتاج أن يعني نلج إلى هذا الموضوع بوعي دقيق شرعي. المقدمة الأولى الأساسية أن الأعمال الصالحة والطالحة كذلك لا تصدر من فراغ ولا تكون في فراغ كما أقول. بمعنى أن المكلف وهو يعني يتصرف في هذه الأعمال، يأتي هذه الأعمال سواء في باب الطاعات أو في باب المعاصي، هو تنتج هذه الأعمال بناء على إنسان يعيش له مشاعر وله أحاسيس، متأثر ببيئة من حوله، وهو كذلك لا يوقع هذه الأعمال في فراغ، بل يوقعها في واقع بشري. فإذا كان الإنسان مثلا يعيش في بيئة تغلب عليها أجواء الطاعات، وتتوافر فيها النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعيش في بيئة فيها صالحين وفيها خيرين، يعني وفي أبيها صالحة تعينه على الطاعة وتقرب إليه الطاعة وتسهل عليه الطاعة، هذا قطعا ستكون الطاعة على قلبه وعلى مشاعره وعلى أحاسيسه وانفعالاته أسهل، والإقبال عليها أكثر. وذلك جاء الحظ على الصحبة الصالحة، وأن الجليس الصالح كبائع المسك، وجاء الحظ على أن الإنسان يكون قدر المستطاع، بل لا يصح كما عند مالك أن يقيم الإنسان في أرض يسب فيها الصحابة، أو يقيم الإنسان في أرض تكثر فيها المعاصي. وبالمقابل الإنسان الذي يعيش في بيئة تكثر فيها المعاصي وتسهل فيها المعاصي وتقرب إلى الإنسان ويسرع الإنسان فعلها، هذا الإنسان الذي يعني يكون أسهل عليه أن يأتي بالمعصية من غيره من غير في غير هذا البيئة. وعليه فالذي يجد نفسه في أجواء المعاصي والكبائر والعياذ بالله والانحراف عن منهج الله، ثم يقاوم في نفسه ويجاهد هذه النفس على أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويستعين بالله تبارك وتعالى، وكذلك يجد نفسه قد يجد نفسه في بيئة لا تعينه على طاعة الله، ومع هذا يأتي بالطاعة، لا شك أن هذا الأمر هو زائد على مجرد الطاعة. هذه القضية هي قضية زائدة على الطاعة، وأن أجرها عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. هذا الأمر الأول مهم. الأمر الثاني أن الإنسان يختلف في 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 أثناء حياته بطاقته، طاقة شهواته واقترابه وميله إلى السكون وميله إلى الطاعة وميله إلى المحرمات. فذلك الإنسان في أقوى لحظات قوته ومرحلة الشباب، وهي المرحلة التي يكون فيها الإنسان طواق إلى الشهوة وفيه رغبة وفيه احتراق من داخله يتعلق بأمر الشهوة، ثم يأتي هذا الإنسان ويكتم هذه الشهوة ويضبطها على منهج الله تبارك وتعالى ويعف نفسه ويكون من الطاهرين، لا شك أن هذا الإنسان له مزيد أجر على مجرد أمر الطاعة، لمزيد أجر اجتهاده ومجهدته لنفسه. وذلك الذي على خلاف ذلك، الإنسان إذا كان مثلا كبير في السن
ثم انحرف في فطرته وزنى والعياذ بالله، وهو الذي شهوته أقل من شهوة الشاب واندفاعه إلى الشهوة أقل من اندفاعه إلى الشاب، هذا أمره عند الله تبارك وتعالى أمر خطير، وهم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا يزكيهم يوم القيامة، ومنهم الشيخ الزاني. إذن هذان مقدمتان مهمة جدا تبين لنا أن الإنسان هذا الأمر هو مزيد على أمر الطاعة. أما الأصول دعني أذكر بس بأمرين. الأمر الأول أنه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأجر يكون على قدر مشقة الإنسان وعلى قدر تعبه وعلى قدر نصبه وعلى قدر نفقته، كما جاء في حديث عائشة. لكن هذه المشقة لا يجلبها الإنسان إلى نفسه، لا يجلبها الإنسان نفسه. الإنسان يكون عنده قدرة أن يتوضأ بماء دافي في 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 البرد في الشتاء القارس، ثم يذهب ويتوضأ بماء بارد. أنا لا أتكلم عن المشقة التي لا تنفك عن العبادة، كالذي يصوم في نهار طويل، أو كالذي لا يجد إلا ماء لا يضره لكن يصعب عليه فيتوضأ على المكاره. فبدون شك هذا الفعل أمر زائد على أمر الطاعة، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأصل الأخير وهو أمر النية، الناس يتفاوتون في هذه المسألة بقدر نياتهم. فالذي يتعبد لله تبارك وتعالى في أماكن تكثر فيها المعاصي، والذي يغض من بصره ويحفظ نفسه ويبتعد عن الشهوات إيمانا واحتسابا، أجره بدون شك ليس كالذي يتعبد على حالة من الإكراه أو حالة من يعني من عدم الرضا الكامل، يختلف تماما أمره. فلذلك الناس في هذا الباب يختلفون بقدر نواياهم. حفظكم الله. أستأذنكم في استقبال أبو الحسن من إسبانيا. أهلا يا أبو الحسن. أهلا بكم وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم ورحمة الله. تفضل يا أبو الحسن وعذرا. يا أهلا سالم، كيف حالكم؟ يا مرحبا وأهلا وسهلا. الله يحفظكم. وقت الفجر عندنا في إسبانيا يدخل 6:24. وأهل المسجد يضعون 15 دقيقة زائدة على الوقت لكي تقام الصلاة. والوقت في ذلك يضايقني، هل لي أن أقيم الصلاة قبلهم أن أصلي وأذهب إلى العمل، أم أصلي في المنزل وأترك الذهاب إلى المسجد؟ طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. طيب شيخنا، سؤال آخر، ما حكم تبييض الأسنان؟ يعني هو تبييض الأسنان داخل فيما يسمى اليوم بعمليات التجميل. نعم. وأنا أتصور أنك مجموعة من الأصول تضبط هذه المسألة اختصارا. الأصل الأول أن العمليات التجميل التي يحرم على المسلم أو المكلف أن يقع فيها هي تلك العمليات التي فيها تغيير لخلق الله ابتداء في الداخل أو في خارج من الأعضاء الداخل أو الخارج. يعني كنت أتصور أن التجميل فقط في الخارج، وكنت أقرأ يعني مجموعة من المقالات العلمية فيما يتعلق بعمليات التجميل، فوجدت أن التجميل قد وصل إلى داخل الأعضاء. بعضهم يأخذ من الأضلاع باش ينحف نفسه، وهذا كله عموماً عمليات التجميل التي المحرمة شرعاً هي التي فيها اعتداء على ما خلقه الله تبارك وتعالى، فيها تغيير لخلق الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والأصل الثاني أن تبييض إذا عمليات التجميل إذا كانت لإعادة العضو إلى أصله فلا حرج فيها. فتبييض الأسنان يعني إزالة ما الصفرة التي على الأسنان أو بعض السواد الذي على الأسنان أو أثر يعني التكلسات التي تكون على الأسنان وتبييضها، هو ليس فيه تغيير لخلق الله، إنما فيه إعادة إلى الأسنان إلى أصل خلقتها الأولى، وهي أن تكون على البياض. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، حتى ولو قلنا بالجواز جواز تبييض الأسنان، نشترط في ذلك مجموعة من الشروط، أهمها ألا يترتب على هذا التبييض ضرر آخر، فالضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. لا يجوز للإنسان أن يقدم على هذه العملية إذا كان هذه العملية ستضر به، ستضر مثلا بجزء من أسنانه الأخرى أو ستسبب له إزالة مثلا لطبقة من طبقات الأسنان. المهم إذا كانت هذه العملية يترتب عليها الضرر فلا يجوز، هذا بكلامي بتقرير كلام الأطباء. الأمر الثاني أن يتجنب الإنسان استخدام إذا كانت هناك مواد نجسة يمكن أن يبتلعها أو مواد محرمة يمكن أن يبتلعها، لأن الإنسان في حالة الأسنان يعني يمكنه أن يبتلع أي شيء. هناك نقطة أخيرة تتعلق فقط عندما تكون عمليات التبييض هذه مهمة جدا، تكون بين الرجال والنساء، فهذه أيضا ينبغي أن تلاحظ، لأن علاج الرجل للمرأة وعلاج المرأة للرجل هو أمر منضبط وله ضوابط في أحكامه. يعني نثرون تبييض المرأة للرجل تبييض الرجل للمرأة حسب أنا الذي لا أراه، إذا كانت هناك مباشرة، إذا كانت هناك
مباشرة، مباشرة بمعنى أن تمسه ملابسة، لكن هم الآن يستخدمون هذه القفازات وهذا الحائل. لكن مع هذا الأصل أن المرأة تبحث عن امرأة في هذا الباب، والرجل يبحث عن رجل في هذا طيب في هذا الباب. أستأذنك لاستقبال رميساء من المغرب. أهلا يا رميساء. لا يا شيخي أنا ماشي. نعم استمع. ماشي الاسم ديالي رميساء، أم رميساء. ما اسمك إيه؟ يا مرحبا أم رميساء. مرحبا أم رميساء. طيب تفضلي يا أم رميساء. كان سولت هذا الاسم ديال بنتي. حفظك الله وبنتك، تفضلي أعطينا سؤالك لو سمحتي. كان سوي على هذا الاسم ديال البنت ديالي البنتي. أنت تسألين عن اسمي رميساء أصلاً. واش اسم يعني خدت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. طيب واش أخته بصح. طيب حفظك الله. طيب حفظك الله من سمعنا، شكرا جزيلا يا أم رميساء. شيخنا، هل يجوز مدح أهل هذه البلاد، يقصد بلاد الأقليات، مثلا في قولهم فيهم الرحمة وحسن الخلق والأدب؟ يعني المدح إذا خرج على سبيل مدح الأفعال والأخلاق مجردا، لا على سبيل الاستعلاء ولا التفاخر بهم ولا، فهو جائز في الأساس. وقد ثبت ذلك عن عمرو بن العاص كما في حديث عند الإمام أحمد، وثناؤه على الروم في هذا الباب، وأنهم يعني أكثر اعتناء بالمسكين والفقير، وأنهم أكثر من امتناعا عن الظلم من ملوكهم، فهذا لا بأس به. والذي نهى عنه العلماء وتكلم عنه بالذات السادة الشافعية في هذا الباب، والنووي له كلام خطير في هذا الباب، هو أن يتكلم الإنسان عن هذه المواصفات في حالة استعلاء على المسلمين. يعني بمعنى آخر أنه يحقر، لا يذكر فقط محاسن القوم، إنما يذكرها في باب تحقير صفات أهل الإسلام وتحميل أهل الإسلام هذه يعني هذه الأخلاقيات، فهذا لا يجوز بدون يعني يعني أنا نقول يعني أن هؤلاء عندهم عدل وأنتم لا تملكون العدل، والإسلام ليس فيه عدل، هذا أمر في غاية من الخطورة. أولئك لديهم رحمة وأنتم ليس لديكم يعني رحمة، وليس لدينا، والإسلام هؤلاء عندهم منهج كذا ونحن ليس وفي ديننا هذا الأمر، فهذا أمر فيه خطورة كبيرة جدا على هذا عادة ما يفعله من يعني من تنصل أو ابتعد عن لكن هناك في قول آخر يقول لك يقول بعض منهم أن هناك إسلام بلا مسلمون وهناك مسلمون بلا إسلام. إلا بأس، أنا الذي أقوله أن لا يكون الإنسان على سبيل الاستعلاء، إذا كان على سبيل الموعظة، على سبيل التذكير. لكن ما نراه من بعض أصحابنا الحدثيين والعلمانيين، وعندما يتكلمون مثلا عن قضايا المرأة وعن قضايا القضايا السياسية وعن القيم السياسية، يهاجمون الإسلام، يهاجمون الإسلام ويهاجمون حتى تاريخ الإسلام بشكل مطلق عام، يعني ليس فيه إنصاف ولا عدل. هذا النوع من الناس كلامهم في مدح هؤلاء يختلف عن إنسان يقول نحن سبحان الله أنا أعيش في بريطانيا ورأيت الناس فيهم عدل، ورأيت الناس فيهم رحمة، ورأيت الناس فيهم يعني بعض الناس فيهم طيبة، ورأيت بعض الناس فيهم أخلاق جيدة، هذا لا حرج. تنزل عليهم كلام النووي وشيخنا؟ لا أستطيع الآن إلا بتحقق الشروط وإنفاء الموانئ. علال من المغرب، أهلا يا علال، نستمع إليك يا علال، مرحبا بك. معك تفضل يا علال. بغيت نسولك من راى في المنام تيقرا القران. طيب يجيبك الشيخ ان اراد ان شاء الله، شكرا جزيلا. شيخنا، هذه اخت تقول انها حامل في الشهر الثاني، وقد أخبرها الطبيب أن جنينها مشوه تشوها داخليا يتعلق بالمعدة مع الجهاز التنفسي، وأنه ينبغي عليها إسقاطه، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا، علما أن قرار الإجهاض إلى هذه اللحظة في يدها هي؟ يعني جاءتني صورة من نفس الصورة لأحد الأصدقاء، كانت ابنته قريبة من هذا التشوه تعلق بالمعدة، ولما قرأت تقرير الأطباء أفتيته بعدم جواز الإجهاض، ونسيت أنا المسألة، والتقيت به بعد تقريبا 10 سنوات أو أكثر، وكانت معه فتاة صغيرة يعني، وقال لي هل تذكر هذه؟ قلت له لا أذكر. قال هذه التي أنجاها الله تبارك وتعالى بفتواك، ولدت وجرينا لها العملية. هذه المسألة في غاية من الأهمية وتحتاج إلى شيء من الدقة، لأنها تكثر في هذه الأيام. لماذا تكثر؟
لأن الأطباء أصبحوا يتساهلون في موضوع الحكم على أن الجنين مشوه أي نوع من التشوه، ويستعجلون في موضوع الإجهاض خاصة في الغرب، لأن الإجهاض في الغرب أصبح من الاعتيادات اليومية عند الناس. ولذلك أي تشوه بسيط أو أي اختلال في بعض أعضاء الجنين مباشرة يذهبون إلى ضرورة الإجهاض. وأهل الإسلام في أوروبا دائما، هذه المسألة تأتيني في الشهر، أنا أتلقى عدد من الاتصالات في كل شهر وليس في كل عام، عدد من الاتصالات تتعلق بهذه المسألة. ولذلك أقول أولا الأصل عندنا هو حرمة الإجهاض، منذ أن تعلق النطفة في جدار الرحم سمى علقة إلى التسعة أشهر، كل هذه الفترة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم الإجهاض منذ أن تبدأ هذه العلقة، هذه النطفة في التعلق بجدار الرحم، سواء قبل الأربعين أو بعد الأربعين إلى الأربعة أشهر أو بعد الأربعة أشهر، كلها بالنسبة لي الراجح فيه هو حرمة الإجهاض. وإن كان ما قبل الأربعة أشهر هو في موضع خلاف بين أهل العلم، وإن راجح هو عدم الجواز، أما ما بعد الأربعة أشهر فهو موضع إجماع بحرمة الإجهاض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان الإجهاض بعد الأربعة أشهر مهما كان تشوه الجنين، ما دام الجنين قابل للحياة فإنه لا يجوز قولا واحدا على الصحيح، لا يجوز الإجهاض بعد الأربعة أشهر لعلة التشوه، عند لأن في هذا النوع من الإجهاض هو قتل واعتداء على الجنين بحجة أن هذا الجنين متشوه، فكما نقتله عندما يولد لا سامح الله بمرض، وكما نقتله وهو جنين والعياذ بالله. ولذلك الإجهاض بعد الأربعة أشهر ولو كان هناك تشوه، طبعا التشوه الذي يمكن معه الحياة، لو كان هناك تشوه لا يجوز هذا الإجهاض بحال من الأحوال. قبل الأربعة أشهر أي قبل 120 يوم هناك ثلاث أنواع من التشوهات في تصوري من خلال البحث. هناك تشوهات خلقية مقبولة يعيش بها الإنسان، إنسان يأتي أعور، طفل صغير أعمى ليست عنده مشكلة في السمع، أقطع اليدين أو أقطع إحدى اليدين أو أقطع الرجلين، هذا كله يعني يعيش الإنسان به ولا يجوز بحال الأحوال إجهاضه لمثل هذا النوع من التشوهات. هناك تشوه مثل ما ذكرت الأخت تتعلق يمكن إجراء عمليات بعد الولادة، يعني بعض الأبلاء يأتي عندهم مثلا هناك تشوه مثلا بين المريء ومحل النفس، بين المعدة وجدار بين الأمعاء الرقيقة، هناك بعض التشوهات تكون متعلقة، ونعرف كثير من الناس ولدوا على هذه الصورة وجريت لهم عمليات ثم بفضل الله تبارك وتعالى حتى أصبحت في ذكرى الماضي. ولذلك هذا النوع أيضا لا يجوز إجهاضه ما دام التشوه يمكن أن يعالج ولا يتسبب في مشقة حادة على الجنين ولا على أهله فلا بأس. النوع الثاني وهو التشوه الذي يصعب علاجه وفيه بل استحالة علاجه وفقا لمنظور الأطباء، وولادة الإنسان به في مشقة يعني لا يغلب على الظن سيعيش بهذه الحالة من المشقة الغير مقدور عليها عند الأهل وغيرهم، فهذا أجاز المجمع الفقهي هذا النوع إجهاضه بهذه المواصفات، طبعا مع التقييد بالشرط أن يكون قرار الإجهاض لا يصدر عن طبيب واحد. وقد علمتني التجربة هذه في بريطانيا أنه لا أقبل في موضوع الإجهاض قرار أن يتعلق هذا القرار بطبيب واحد، بل ينبغي أن يكون للجنة أو لمجلس طبي، يعني مجموعة من الأطباء. الأمر الثاني يكون هذا بموافقة الوالدين، فهذا الجنين لا يحق لأحد الوالدين أن يستأثر بالقرار فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله أن يرفع عنها. طيب شيخنا استاذنك في استقبال مصطفى من ألمانيا، مرحبا يا مصطفى. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل مصطفى. أنا أعمل كمهندس بألمانيا وأسأل عن حكم شراء منزل بالقرض من البنك. أنا حاليا أعيش في منزل بالإيجار، وفقط أريد أن أشتري منزل لكي أوفر أموال الإيجار وأستثمر في المنزل. ماذا أخيرا قلت؟ لا أعطينا آخر كلمتين قلتهم. أريد أن أوفر أموال الإيجار وأضعها في منزل حتى في المستقبل أتملك هذا المنزل. هل تملك منزل غيره أو هذا فقط على سبيل الاستثمار؟ لا أملك منزل غيره بألمانيا، وفقط أريد أن أستملك هذا المنزل لكي أوفر ثمن الإيجار. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
شيخنا ندخل في الأسئلة التي جاءتنا عن طريق الهاتف. أبو الحسن من إسبانيا يسألكم عن صلاة الفجر، أنها يؤذن لها في 6:24، ينتظر 15 دقيقة، هذه 15 دقيقة تضيع وقته، فهل يصلي في المسجد وحده منفردا أم يصلي في بيته ويذهب إلى عمله؟ هو ابتداء إذا كانت الصلاة في المسجد مما يعني تعارف أهل المسجد على سلامتها من الطعن في الإمام، بمعنى إذا جاء هو إلى المسجد فصلى في المسجد ثم ذهب إلى عمله، وهذا لا يترتب عليه طعن في الإمام ولا أيضا يترتب عليه تعود هذا الإنسان على أن يترك الصلاة في المسجد لأنه سيصلي في أيام العطلات في المسجد، فلا حرج. أما إذا كان يترتب على الصلاة في المسجد يعني مسلك ما يسمى بالطعن في الإمام أو الطعن في يعني جدارة الإمام بالإمامة في عدالة هذا الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يحدث هذه الفتنة ويصلي في بيته ثم يذهب إلى العمل. المهم هو أن يحرص قدر الاستطاعة على أن يعني يصلي في المسجد، فإن عجز فليصلي في بيته ثم يذهب إلى عمله. بالنسبة لل دعني فقط للأهمية أعود إلى الأخ مصطفى، أخشى من الوقت. هو ما زال عندنا ربع ساعة أو 10 دقائق على الأقل عندنا إن شاء الله. طيب أم الرميساء تسألكم حفظكم الله تعالى. أنا فهمت من سؤالها السؤال عن هذا المسمى، هو جائز ليست طيب على مسألة الرؤى. هل أنا لست من مؤولين الرؤى وأنصحه بالعودة إلى، لكن عموما مما تعلمناه من مشايخنا أن رؤية الطاعات بشكل عام هي من مبشرات الخير بالنسبة للإنسان. إذا رأى الإنسان نفسه يصلي أو رأى نفسه الإنسان في حج أو رأى في عمرة أو رأى نفسه يقرأ القرآن فهي من مبشرات الخير. ومع هذا أتمنى أن يتصل بمن يعني يعينه على تأويل هذه الرؤية ويسأله. أخونا مصطفى الآن سؤال. أخونا مصطفى من ألمانيا، نحن في المجلس الأوروبي أصدرنا فتوى بجواز شراء البيوت بالقروض الربوية لمن يرهقهم الإيجار، لكن نظرا للحاجة إلى انطباق أو يعني انطباق الشروط التي اشترطها المجلس الأوروبي على السائل، لذلك أنا دائما أنصح كل سائل من أي دولة أوروبية أن يرجع إلى لجنة الفتوى التابعة للمجلس الأوروبي حتى يتأكد من تحقق الشروط التي اشترطها المجلس الأوروبي لمن أراد أن يقترض هذا القرض، لذلك أنصحه بالعودة إلى لجنة الفتوى في ألمانيا التابعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور خالد حنفي، ويسألوا ويعطيهم التفاصيل لينظروا بعد ذلك هل فعلا تنطبق عليه المواصفات أو لا تنطبق. ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ هو الشروط ليطبقها بنفسه، بل ينبغي أن يسأل ويعطي ما عنده لينظر المفتي هل تنطبق عليه الشروط أم لا، لخطورة الأمر لأن الأمر فيه تعامل مع قرض يعني ربوي خطير. نعم. شيخنا أخونا يسألكم عبد الله من فرنسا عن مسألة الإسلام فوبيا وما هو دور المسلمين ضد كراهة الإسلام في بلادهم، لعلنا نربط هذا بموضوع اليوم أيضا. يعني الإسلاموفوبيا هي ظاهرة انتشرت في أوروبا، أنا أتصور أن علاج هذه الظاهرة أو هذه الأزمة كغيرها من الأزمات تحتاج أولا من أهل الإسلام أن يجلسوا ويتدبروا ويتأملوا ويتفكروا في كيفية مواجهة هذه الظاهرة في واقع حياتهم، لأن التصرفات العشوائية أو التصرفات الغير مدروسة أو الغير مخطط لها من قبل المسلمين فيما يتعلق بهذه الظاهرة يزيد من حدة هذه الظاهرة ولا ينقصها. وأتصور أن هناك 3 مسائل ينبغي لأهل الإسلام أن يركزوا عليها بشكل خاص. أولا هو إحياء حجم كبير من الاتصال والتواصل مع المؤسسات الأوروبية بكافة أشكالها. الناس لا يعرفوننا، يخافون منا، يخشون من الإسلام لأنهم لم يتصلوا بنا، لم يلتقوا بنا. ولذلك الأمر الأول هو وضع خطة اتصال بكل المؤسسات قدر المستطاع، لنتصل بكل المؤسسات لنعرفهم عن أنفسنا ليسمعوا منا قبل غير أفضل من أن يسمعوا من غيرنا. فهذا الأمر في غاية من الأهمية، الاتصال بالناس، الاتصال بالمؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، تعريفهم بحقيقة الإسلام، تعريفهم بحقيقة أوضاع المسلمين، الرد عن الشبهات المثارة، تحجيم من يريد أن يرفع يعني شأن هذه الشبهات في الواقع الأوروبي، ويعني الفصل وبيان أن الناس كثير من يتبنون منهاج الإسلاموفوبيا هم من اليمينيين المتطرفين المعادين. نعم. الأمر الثاني هو
ألا يترددوا، يعني يتردد أهل الإسلام في اتخاذ الموقف الواضح من أي تصرف من أبناء المسلمين لا يتفق مع أخلاق الإسلام ومع أحكام الإسلام ومع دين الإسلام، لا نتردد في نبذ الإرهاب، في نبذ التطرف، في نبذ القتل الغير مشروع بالنسبة في والتفجيرات وغيرها. ينبغي أن يكون الموقف واضح جدا من أن هذه الأشياء لا يجيزها الإسلام ولا يقرها الإسلام دون تردد ودون يعني بحث عن يعني أسباب من وراء هذه الأمور، لأن الناس لا يفهمون. الأمر الثالث أخيرا هو أن نعمد إلى نشر صورة الإسلام بشكل حسن عبر الكتابات، عبر يعني المراسلات، عبر المواقع، عبر التلفزة، عبر يجب أن نطرح الصورة الصحيحة للإسلام. نعم. وأن نرد على الشبهات بشكل صحيح. حفظكم الله تعالى. نعم. شيخنا لم يتبقى إلا ثلاث دقائق، هذه ثلاث دقائق نتركها لكم كالعادة في رسالة للحلقة حول موضوعنا محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في ختام هذه الحلقة، وهي حلقة تتعلق بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، فرسالتي في الحقيقة إلى الإخوة والأخوات الذين يعيشون في واقع الأقليات المسلمة، وبمناسبة الحديث عن مولده صلى الله عليه وسلم، أن يعلموا علم اليقين أن طريق النجاة والفلاح والخلاص مرتبط ارتباطا وثيقا بمقدار محبته صلى الله عليه وسلم، وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وبطاعته فيما أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه وزجر. أبناؤنا أيها الأحبة، بناتنا بحاجة ماسة إلى غرس محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، غرس الاقتداء به أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس والسكن. أبناؤنا وبناتنا أيها الأحبة، يعني نفوسهم، قلوبهم، سلوكهم بحاجة إلى أن يطيب وأن يزكو بمحبته صلى الله عليه وسلم، وبل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. مواقفهم اليومية في حياتهم اليومية بحاجة إلى أن ترسم أيها الأحبة وفق الأصول والقواعد التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها عليه الصلاة والسلام. اهتمامات أبنائنا وبناتنا بحاجة أيها الأحبة إلى أن تقيم وفق هديه صلى الله عليه وسلم، حتى يعظم الأبناء ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمامات، وحتى يقدروا ما رفع قدره صلى الله عليه وسلم من الاختيارات. حاجة الأبناء إلى القدوات، حاجة الأبناء إلى من يتأسون به في حياتهم، لا يمكن أن تلبى إلا بأن يعيشوا على أنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة المباركة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمق هذه المحبة في قلوبنا وقلوب أبنائنا وفي قلوب المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. حفظكم الله تعالى عضو المجلس الأوروبي لبخوت الإفتاء شيخ الدكتور سلام الشيخي على هذه الكلمات الطيبة، وكذلك الشكر موصول لكم أنتم السادة المشاهدون على طيب المتابعة، وملتقانا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.